يعني أعصابي اهتريوا، عم بيرشفوا إيدي. يا الله. سو هلا قمت الصبح، رحت على الفارماسي جبت هيدا. عادة البيريد ما بتتأخر، بتجي على الوقت. هالمرة تأخرت 3 أيام. يعني هلأ مش وقتها أبدا، بس قلت خليني أريح راسي وخليني أعرف، لأنه تما ضلني عاملة بانيك. يعني في كتير أشياء هلأ، يعني هلأ الوقت منه مناسب أبدا، وعأساس كنا حكينا أنا وجوزي أنه ولد واحد بس. حسي رح أبكي، بس أنه أكيد مثل ما الله بريد يعني، بس ما كنا نحن قاصدين ابدا. ما بعرف شو بدي اقول، خليني اروح على البيت هلا اخذ التست بس لهيك لطمن بالي، لانه خلص اعصابي تلفت. وعيت اليوم الصبح ما غسلت وجهي حتى، يعني لبست ثيابي وقلت خليني اجيب تست هيك لخلص ترتاح نفسيتي شويه. بس كمان إذا طلع بوزيتيف مثل ما الله بريد، يعني بيكون الله هيك بده. فخلينا نروح على البيت ومنشوف سوا. عم سوق هلا على البيت وإيدي على قلبي، عم يطرق مليون هلا قلبي. يعني بدي بقى أوصل على البيت هيك بس لأعرف النتيجة، لأنه أعصابي أعصابي هي تلفت. يا الله، بلش يوجعني راسي وحس حالي بلشت كأنه رح دوخ. يعني ابني عمره هلأ سنة ونص بس، بلشت هلأ ارجع انظم اموري مثل ما الله بريد. إذا كان هيك بدي أقول له، بس على القليلة هيك تاني مرة الواحد بيكون عارف حاله شو يعني شو بينتظر، لأنه أول مرة كانت كتير صعبة علي، بينما هلأ مثلا بعرف شو بده يصير يعني وشو بتوقع أصلا، فبظن بتكون أسهل يعني، بقدر بمشي أموري أسهل يعني إن شاء الله. A few moments later. سو هلأ وصلت على البيت ورح أعمل التست تنشوف الريزولت. يا رب. سو هاي هو التست، رح انطر شوية. نيجاتيف. أعصابي احتريت كانت. هلا البيريد حتى لو تأخرت 3 أيام إنه عادي منن كتار، بس أنا بالنسبة إلي لأنه كتير بانشول يعني، فمشان هيك خفت. إنه أنا كنت قايلة خلص ما بقى بدي غير إنه ابني بس، عرفتو؟ إنه هلا في كتير أشياء أنا وجوزي يعني لازم نخلصها وهيك، يعني أبدا ما كانت وقتها يعني. أوف، عم بيرشفوا إيدي. كل شي بإيد ربنا بيمشي حاله، بس هيدا الراجل شكلها تأخرت، ما بعرف ليه هالقد. ليك بعدها إيدي عم ترجف. قد ما خفت انه هلا ابدا منا وقتها يعني، هلا اذا صارت كتر خير الله يعني عادي، بس هلا بالوقت هيدا ابدا مش وقتها، وبتبقوا بعدين بتعرفوا ليه يعني. عنا كتير كتير اشياء انا وجوزي، لانه سو هيك رح يكون ختام هيدا الفيديو. اتركوها على الله مثل ما الله بريد، و
أنا مبسوطة من الريزولت هلأ، لأنه حاليا أنا كتير أشياء نخلصها أنا وجوزي يعني، و thank God يعني for everything. ف سو ما تنسوا انه تشتركوا بالقناة تساعدوني كبرها اكتر واكتر، وتابعوني كمان على الانستغرام تقدركن up to date بيومياتي، وبشوفكن بالفيديو اللي جاي. يلا باي.